السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فضاء تربية الدواجن. اليوم الخوت غادي نعطيكم بعض الأدوية ديال السمان اللي كتوقيه من الأمراض، وإلى مرض كتير تعالجوه. غنوريكم الطريقة كيفاش تستعملوا هذه الأدوية. كما كتشوفوا السمان راه في صحة جيدة الآن، كنعطيه واحد الدواء. المهم غادي نعطيكم كاع معطيات نتاع داك الدواء وطريقة الاستعمال ديالو. كما كتشوفوا هنايا عندنا جوج ديال الأدوية، عندنا هاد الدواء هذا سميتو هيباتوكول. هذا الطريقة ديال الاستعمال ديالو، كدير 3 مليلتر. شحال كديرها ديال الماء؟ كدير 3 مليلتر في طرون تاع الماء. وانا غادي نوريكم طريقة الاستعمال ديالو. هذا الدور ديالو الاخوان، انت كما كتقراو محلول جاهز للاستعمال مقاول لوظائف الكبد. شي مشكل عنده في الكبد ديالو، كما كنعرفوا راه السمان معرض لامراض الكبد بزاف. المهم انا نوريكم طريقة الاستعمال ديالو. سير اخويا هشام رجلي. ثلاثة مليليتر اللي تنديروها الاخوان، صافي راه هي هذيك 3 مليليتر. هادي دابا عندنا 5 يترو، غادي نديرو 5 ديال السكر. كما قالنا الاخ هشام، هنايا عندنا 5 لتر ديال الماء، غنديرو فيها 5 ديال 3 مليليتر. الطريقة راه سهلة الإخوان، ماشي شي حاجة صعيبة. صافي درتي دابا ساليت ياك؟ سالينا الإخوان دابا، درنا لهم داكشي المطلوب احترام المعيار نتاع المليليترات. تنخلطوا داك الماء بداك الدواء، كما شفتوا هذه هي الطريقه. ومن بعد غادي نشرح لكم الدواء الاخر علاش كيصلح الاخوان. نعطيوهم دابا يشربوا. بعد ما سالينا الخوت راه كما كتشوفوا راه عطيناهم هنايا الماء ديالهم باش يشربوا. ها انتم كما كتلاحظوا، الا بغيتو تحافظوا على السمان ديالكم يبقى عنده مناعه جيده، هذا هو الدواء اللي غيصلح ليهم. وهذا بدرنا لهم الشرابة الثانية. نزيدو لهم دابا الشرابة الثالثة، ونشرح لكم الدواء الآخر لاش كيصلح. شحال الثمن ديالو هشام؟ الثمن ديالو مضاد السموم، وهذا داير 16%. هاد بجوج بيهم؟ كاين واحد الدواء اخر تقاضى لنا الاصدقاء، المره الجايه ان شاء الله نوريه لكم. كاين مضاد السموم وهذا نتاع تقويه الكبد، كيديروا بجوج بهم 80 درهم اللي هي 16% كما تنعرفوا. ها كتشوفوا السمان راه، شوفوا صحته كي دايره تبارك الله، صافي 100%. باش راه باش خلاص راه صنع يدوي كما كتعرفوا المغاربه دي بانية وطني، راكم عارفين. المشربه الثالثه عطانا المشربه الثالثه. دابا الخوت غادي نشرح لكم الدواء الاخر لاش كيصلح.
وهذا الخوت هو الدواء الثاني. هذا راه القى الجميع كيعاني من هذا المشكل تاع الحشرات والقميله. المهم هذا شي حاجه فهمتيني واعره بزاف، تهنيك من الحشرات، تهنيك من القميله، تقبط لك كما تنقولوا حنايا. ها هو اقرا الاسم ديالو، هذا هو اللوغو ديالو، القنفود الاسم ديالو هو هذا سيبرنار. المهم الطريقه ديال الاستعمال ديالو هذا الاخوان، كتشدوا عباره عن مسحوق كما كتشوفوا هنايا، عباره عن مسحوق بنفسجي. المهم كديروا في قرعه صغيره بحال هكايا، وهاد القرعه تدير لها واحد الثقوب. المهم في اي بلاصه كترش فهمتي، في كاع القنات بحال هكايا كترش فهمتيني، في جميع القنات اللي عندك في ندير السمان. المهم هذه هي الطريقه الخوت نتاع الاستعمال نتاع المسحوق. يعني راه كما كتشوفوا في الحيط راه كيبان لكم واحد الطبايع تما بنفسجيين، راه تما استعملنا الدواء. المهم هذا الخوت هو الحلقه ديال اليوم، المره الجايه ان شاء الله غنقول لكم طريقه الاستعمال ونشرح لكم بعض الاعلاف والطريقه ديال فوقاش الوقيته تقدر تعطي له هذا العلف، وفوقاش الوقيته تعطي له هذا العلف، وكل علف نشرح لكم الدور ديالو الاصدقاء. يلاه تهلاو في راسكم والله يعاونكم، وتنساوش الاشتراك في هذه القناه، مازال نعطيكم بزاف ان شاء الله في هذا الميدان. هنا الاخوان واحد الحضانه صغيره كما كتشوفوا دايرين فيها واحد الفلالس صغارين، هادو فقصناهم ها ما شاء الله قرابين يوجدو حتى هما ويعطيونا الانتاج، وممكن غير البيض ان شاء الله. وغنوريكم الطريقه ديال كيفاش بنينا هاد البراكه، راه غريبه شي شويه. انا عايشين بحال هكا نصور لهم. هانتوما الخوت، هادي هي البراكه كما كتبان لكم من برا. نتوما راه اصلا عارفين علاش داير لها الميكا، يعني انا مغلفها بالميكا. دابا الوقيته نتاع البرد خصنا، والسمان معروف انه كيتعرض لموجة البرد كتخليه يوقف على البيض. المهم درنا له الميكا البلاستيك، غطينا له، ولكن ضروري خلينا له واحد البلاصه ديال التهويه كما كتشوفوا، دائما ركزوا على التهويه ما تنساوهاش. دابا غادي نوريكم اخوتي كيفاش داير البلان ديال هاد البراكه، راه في السطح نتاع المنزل دايرين عادي، ماشي شي انتما كتشوفوا كاين فيها طبقات. هاد البويش هذا حضانه دابا راه تندير فيه غير العلف كما كتشوفوا هنايا، هادي مازال اخويا ان شاء الله حتى هي غادي تعمر كما كتشوفوا. انا فاتح لها الجهه الاخرى عاوتاني، وكاينه هادي حتى هي مازال داير فيها النجاره، مازال ان شاء الله غادي نعمروها حتى هي بالسمان، ولي هادشي كامل عامر بالسمان. وفي الطبقه الفوقانيه كاينين الابطال ان شاء الله، مازال يزيد نكبروا هادشي ان شاء الله. ها انتما كيما شفتوا البلان ديالها كيفاش داير، اللي بغى يدير بحالها. المهم هو البلان. يلا الخوت الله يعاونكم، وتنساوش تخليو لنا اشتراك، ديروا لنا لايك وتعليق، وما نساوش صحاب ديسلايك حتى هما، راه دايرين خدمتهم.